السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وحضراتكم بخير. بنتكلم النهاردة عن الطاقة في الكائنات الحية أو البيولوجيكال انرجي، وبنتكلم على هرم الطاقة اللي شايفينه قدامنا ده، وإزاي بتتحول الطاقة الضوئية من الشمس عشان توصل للكائنات الحية. طبعا بداية من الكائنات ذاتية التغذية اللي هي النباتات القادرة أو الأوتوتروفز القادرة على امتصاص الطاقة الضوئية وعمل عملية البناء الضوئي أو التمثيل الغذائي، ثم تنتقل المواد بقى العضوية اللي هي عبارة عن طاقة كيميائية، هي تحولت من طاقة ضوئية إلى طاقة كيميائية، ودي بتستمر في باقي الكائنات الحية. الصورة تنتقل عليها في صور كثيرة، لكن أهمها الحقيقة الصورة اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي مين؟ اللي هي الـ ATP. إيه الـ ATP؟ هنتعرف عليه حالا دلوقتي، وهنعرف إيه أهميته بالشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي. هل هو ده المصدر الوحيد للطاقة أو الصورة الوحيدة؟ الحقيقة لا، بنلاقي فيه عندنا الناد اتش، الفاد اتش 2، الاي تي بي، الاي دي بي، وصور كثيره اخرى بيحصل لها ترانسفورميشن او تحول من صوره الى اخرى حسب احتياجه الكائن الحي. المصدر بتاعها زي ما احنا هنشوف دلوقتي كده اهو، اللي بيكون المواد الغذائيه اللي بتتاكل، او المواد الغذائيه او المواد العضويه اللي بتكون اتعملت من البناء الضوئي، يعني سواء في النبات او في الحيوان. المهم ان الكربوهيدرات والبروتين والفاتس او السكريات والبروتينات والدهون بيحصل لها عمليه هضم وامتصاص عشان تتحول الكربوهيدرات الى سكريات بسيطه، والبروتين لامينو اسيدز او احماض امينيه، وهنا دهون وتتحول الى احماض دهنيه وجليسرول. كل ده عن طريق الكاتابوليزم او الهدم او عمليات الايض. المهم هيتحول في النهايه خالص، والجلايكوليسيس اللي بيحصل هنا عشان يديني الاسيتايل كو اي اللي هو المركب ده. المركب ده اللي هو بيدخل في دوره في سيتريك الاسيد سايكل او دوره كريبس عشان يديني في الاخر الطاقه اللي احنا محتاجينها بالشكل ده، وبيتصاعد ثاني اكسيد الكربون. الكلام اللي احنا بنتكلمه ده ايه هي بقى مركبات الطاقه؟ هل هي اي تي بس؟ هنشوف مع بعض. فبنلاقي مع بعض هنا مركبات الطاقه اساسها بتكون عباره عن القواعد النيتروجينيه، سواء البيورينات اللي هي بتكون حلقتين بالشكل ده، او البايرميدينات اللي هي البايرميدينز اللي هي حلقه واحده. احنا حاطين هنا اكس في الحلقتين دول اللي هي عباره عن ايه؟ لو قربنا الموضوع كده شويه هنلاقي ان الاكس دي لو استبدلناها بH، يعني ذره اتش هنا هيدروجين، فيبقى المركب اللي عندي ده الادينين اللي هو بيرمز له بالاي. اذا اضفنا للقاعده دي او تم اضافه قاعده النيتروجين دي الى سكر خماسي يبقى اسمه ادينوسين. يبقى اذا هو ده ادينين، حطينا له سكر خماسي الريبوز بقى ادينوسين، ضفنا له فوسفات بقى ادينوسين. هل هي فوسفاته واحده؟ بقى مونوفوسفيت. هل اثنين؟ دايفوسفيت. ثلاثه؟ ترايفوسفيت، وهكذا اللي هو الاي تي بي. هل الادينين بس هو اللي كده؟ الحقيقه لا، هنا ادي الاكس اهي، لو حصل واستبدلناها بسكر خماسي، بتأسف، لو استبدلناها بH فده الأدينين. لو استبدلنا الإكس دي بدل الH بسكر خماسي يبقى ده أدينين ومعاه سكر خماسي، يبقى اسمه أدينوسين. ضفنا له الفوسفات بيكون أدينوسين مونوفوسفات إذا كانت ذرة واحدة، داي فوسفات دي آي إذا كان اثنين، تراي فوسفات إذا كان ثلاثي. نفس الشيء بالنسبة للجوانين، إذا كان دي اتش حطينا سكر خماسي يبقى اسمه جوانوسين، الى اخر هذه الامور. بنشوف نفس الكلام ده بقى مع السيستوسين ومع اليوراسيل، وبكده يبقى احنا عباره عن قاعده نيتروجينيه معاها سكر، وبنضيف لها الفوسفات اذا كان مجموعه واحده او اثنين او ثلاثه. ادي الترتيب بتاعه الاي تي بي اللي هو ادينوسين ترايفوسفيت، ادي الادينين، ادي السكر الخماسي، هنا الان اهي بدل ما نحط اتش حطينا سكر خماسي اهو، يبقى وادي مجموعه الفوسفات بتاعتنا اللي هي شبكه في الكربون رقم 5، ما دي كربونه 1 2 3 4 5، شابك فيها ثلاث ذرات فوسفات او ثلاث مجاميع من الفوسفات، الروابط اللي بينهم دي هي الروابط الغنيه بالطاقه. يبقى هنا ادي السكر الخماسي وادي الادينين، الادينين والسكر الخماسي ادينوسين، وادي ترايفوسفيت اللي هو الاي تي بي. الاي تي بي الحقيقه زي ما احنا قلنا اللي هو تحولات الطاقه من الاي تي بي اللي هو التراي للداي. ادي السكر، ادي الادينوسين ترايفوسفيت، ثلاث مجاميع غنيين بالطاقه، الرابطه دي والرابطه دي، هنا القاعده النيتروجينيه او الادينين، وادي الريبوز. اذا كنا محتاجين الطاقه فاحنا بنتكلم على ان الطاقه دي بتيجي منين. الطاقه اللي بتكون الاي تي بي دي بيسموها فوسفوريليشن، يعني اضافه مجموعه الفوسفات على الـ ADP أو على شيء آخر. يبقى الفوسفوريليشن إضافة مجموعة فوسفات على إيه؟ إذا كنا هنضيفها على الـ ADP بي آي، يعني فوسفات إن أورجانيك مش أورجانيك. المهم لو هنضيفها هنا الطاقة دي بتبقى جاية إذا كان في النباتات من ضوء الشمس، أو إذا كانت جاية من غذاء، إذا كان في الحيوان، إلى آخر هذه الأمور. المهم بيتكون الـ ATP.
ده الغني في الطاقه، يبقى احنا كده عملنا طاقه اي تي بي اهي. طب بنستخدمها في ايه؟ هنيجي نستخدمها في اي عمليات حيويه تانيه زي ما احنا شايفين بقى، الحركه، انقسام الخلايا، التنفس، التكاثر، الى اخر هذه الامور، فبنجي مستخدمينها وترجع تاني للاي دي بي. يبقى الطاقه اللي بتيجي من الغذاء او من ضوء الشمس بتتخزن في شكل، بتتحول الى شكل اخر اللي هو الاي تي بي، العمله بتاعتنا اللي بنستخدمها في كافه نواحي الحياه. الحقيقه مش الاي تي بي هو الصوره الوحيده، لكن في صوره كمان، الناد والناد اتش. هنا ناد بوزيتيف يعني ايه؟ هو اي ذره بتكون متعادله عشان البوزيتيف قد النيجاتيف، الموجب قد السالب، اللي هو كود ان هي موجب يبقى ناقصها ايه؟ هنا كود ان في اشاره موجب يبقى في ايه خرج منها؟ الكترو. عشان احول الناد للناد اتش ده شكل مؤكسد، خلاص لما بيفقد يبقى هنا ايه ده؟ خلاص مؤكسد، اتاكسد او يختزل لو حطينا له هيدروجين. الحقيقه هنا ما حطيناش هيدروجين بس، ليه؟ ده هنا ناد اتش ومتعادل، يبقى عشان اعادل دي حطينا الكترون وبعدين ضفنا الاتش الزياده، ادي الاتش الاولانيه وادي الاتش الزياده، يبقى دي الناد وده الناد اتش. طبعا لو بصينا التركيب هنلاقي برضو سكر الخماسي والادينين او او اي قاعده نيتروجينيه، وادي الفوسفات ومتركبين في بعض الى اخره، هو ده الاساس بتاعنا يعني. طيب بنروح بنشوف ايه؟ بنشوف الفات يبقى في الاتش بي وفي الناد اتش، وادي الفات برضو عشان يبقى فات اتش 2 هنا برضو بيخش له اثنين اهم، طبعا ده موجب اثنين بروتون ومعاهم اثنين الكترون، عشان ايه؟ ما هو الهيدروجين ده كل واحده هيدروجينه عباره عن ايه؟ بروتونه، بروتون وايه؟ الكترون. فعشان تبقى متعادله يبقى الاثنين هيدروجين، اثنين موجب، يبقى لازم ياخدوا اثنين سالب عشان تديني هنا. وادي التركيب بتاعها اول حاجه، ادي الفاد، ده الجزء اللي هيحصل عليه التغيير. شوفوا ايه اللي هيحصل كده. طبعا النيتروجين ثلاثي، ادي واحده وادي اثنين، الكربون رباعي، واحده اثنين وادي اثنين اربعه، هكذا. خلاص مش هنخش في تفاصيل كيميائيه يعني. هتتحول لفاد اتش 2، يعني الاثنين هيدروجين دول هيروحوا فين؟ وحده هيدروجين هتروح على النيتروجينه دي اهي، ثلاثيه زي ما هي. بس في الحالة دي بقى الدبل بوند دي لازم هتتشال. ادي واحدة. طب والتانية تحت اهي، تبقى الدبل بوند دي هتتشال، يبقى ساعتها الكربونات دول، الكربون ده واحد اثنين اهو، واحد اثنين فاضل له اثنين اهم، وده واحد اثنين فاضل له اثنين، يبقى هنا الكربون رباعي، النيتروجين ثلاثي، النيتروجين ثلاثي، وبكده بتكون اكتملت عملية التحول من الفاد للفاد اتش 2. تمام؟ اهو. نروح بعد كده بقى الصفحة دي او السلايد دي غايه في الاهميه. ليه؟ اولا بس عايزين نتفق على حاجه عشان ما نختلفش، ان في مراجع كتير يقولوا ان كل واحد اي تي بي واحد ناد اتش يساوي 3 اي تي بي. الحقيقه ده اتغير الكلام ده دلوقتي، بيقولوا ان هو 2.5. خلاص فاحنا عشان ما نخسرش بعضينا، لو في حسب المرجع بتاع حضرتك او بتاع حضرتك، زي في الجامعه في المحاضره الدكتور بيقول لحضرتك 3 يبقى هنمشيها 3، لان في مراجع كده. واذا كان بيقول 2.5 في بعض المراجع والابحاث الحديثه بتقول كده، لكن ده المفهوم بتاعنا بتطلع طاقه. قد ايه بقى 3 2.5 2 ومش عارف وكام؟ ده مش موضوعنا، مش هنخش في تفاصيل، لان ده كيمياء، كيمياء ثيرمودينامكس يعني. اولا ايه اللي بيحصل؟ الالكترونات هتنتقل، اللي هو الفيديو اللي احنا شرحناه قبل كده، اللي هو ايه؟ اوكسيديتيف فوسفوريليشن، خلاص، اللي هي اضافه التكون الاي تي بي او اضافه الفوسفور على الاي دي بي عن طريق الاكسده. فالالكترونات اللي موجوده في الناد اتش دي اخر حاجه هتستقبلها اللي هو الاكسجين عشان يديني بعد كده هو ميه. طيب الالكترونات دي وهي بتنتقل في سلسله نقل الالكترونات بيكون في 10 بروتونات هينتقلوا منين؟ من الماتريكس اللي هو الحشوه، زي ما شفنا في الفيديو السابق، هينتقلوا 10 بروتونات اللي هو اتش موجب، هينتقلوا من الماتريكس اللي هي الحشوه بتاعه الميتوكوندريا للمسافه اللي بين الجدارين، الجدار الخارجي او الغشائين، الغشاء الخارجي والغشاء الداخلي. هيتنقلوا ازاي؟ هيتنقلوا ازاي؟ اربعه منهم، اربع بروتونات بينتقلوا مع الكومبلكس 1 اللي هو الانزيم او الكونزيم الاولاني، واربعه عن طريق الكومبلكس 3. امال اثنين؟ لا، ما مش الكومبلكس 2 او الجزء الثاني ما بينقلش بروتونات. الحقيقه هنا ده مهم جدا، مهم جدا جدا جدا. ليه؟ لو رحنا للفيديو اللي قبل كده ورحتوا بصيتوا على التركيب وزي ما هنشوف دلوقتي، هنلاقي ان الكومبلكس الاربعه ثلاثه منهم اللي هو واحد وثلاثه واربعه دول مدموجين في الجدار اللي هو طبقه الفوسفوليبيدز المزدوجه في الطبقتين. اما الكومبلكس 2 لا، في الغشاء الداخلي بس، فبالتالي ما يقدرش يطلع بروتونات من خلاله. يبقى ادي اربع بروتونات الكومبلكس 1، 4 من الكومبلكس 3 و2 كومبلكس 4، يبقى ادي ال 10 الكترونات اللي هم هيطلعوا منين؟ من الناد اتش. طيب
ايه بقى اللي هيحصل؟ بنقول ان وعشان كده في خطوه تانية حاجه بس نقولها، ان النادي اتش هنا بقى كل الاي تي بي الواحد عشان يتكون زي ما هنشوف دلوقتي محتاج اربع بروتونات يتحركوا منين لفين؟ من الانتر ميتوكوندريال ميمبرين اللي هو المسافه ما بين الغشائين، يرجع تاني للماتريكس عن طريق الاي تي بي ايز اللي هو ده عباره عن مركب من البروتين انزيم عشان يكون الاي تي بي. خلاص؟ طيب هو كلمه ايز معناها انزيم بيكون الاي تي بي. يبقى الواحد اي تي بي محتاج يمر من خلال الانزيم ده يمرر اربع بروتونات. طيب الواحده الان اتش للناد اتش طلعت لي 10 البروتونات اللي هم مروا دول اللي احنا قلنا عليهم. طيب كل اربعه من العشرة دول يدوني واحد اي تي بي. طب دول 10 معناها 4 4 2 اهو زي ما مكتوبين هنا. الاربعه دول يدوني واحد اي تي بي، والاربعه دول يدوني واحد اي تي بي. طب والاثنين هيدوني نص بس. هو في حاجه اسمها نص اي تي بي؟ لا، احنا بس بنحسبها كحسبه رقميه يعني. خلاص التفاصيل مش هنخش فيها زي ما احنا اتفقنا في الاول. يبقى ال10 يبقى الواحد ناد اتش بيديني 2.5، عشان كده ساعات بيقولوا ايه تقريبا 3، لكن ادي 2.5. طب وبالنسبه للفاد اتش 2، الفاد اتش 2 لما بيجي مر البروتونات بالالكترونات البروتونات بتاسف البروتونات اهي ال10 بروتون هو الاتش يعني. البروتونات بتاعته بقى لما بتيجي تمر، هو الحقيقه لما هيجي ما بيمررش الكتروناته وبروتوناته من 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 واحد، لا الخطوه دي مش هتبقى موجوده بالنسبه للفاد اتش 2، هيروح على طول على هنا، فبالتالي هيطلع ادي 4 و2 6 بس في حاله الفاد اتش 2. طبعا السته دول الاربعه هيدوني 1 اي تي بي، ويتبقى 2 يديني النص كانه 1.5. عشان كده الفاد اتش 2 بيطلع كميه طاقه اقل. طيب والصفحه دي مهمه، احنا قلنا مهمه للغايه. نروح ننتقل للصفحه بعد كده اهو، ادي الخليه اهي، وادي الميتوكوندريا زي ما احنا شايفين، وادي التركيب بتاعها اهو، ادي الغشاء الداخلي الفاتح وادي الغشاء الداخلي، وفي مسافه منهم اهم. ده هنخش هنشوف التركيب بتاعه بقى الدقيق اهو بالشكل ده اهو يا جماعه الخير. ادي الغشاء الخارجي، ده الغشاء الداخلي اللي عامل السيسترنا او الزوائد الداخليه، والرمادي ده اللي هو الماتريكس او الحشوه، وادي المركب ده اللي هو البنفسجي ده زي ما هنشوف دلوقتي، ده الانزيم المسؤول عن تكوين الاي تي بي. خلاص؟ طبعا هنا واضح ان في تركيز عالي من البروتونات، جت منين؟ جت من بره من الماتريكس دخلت جوه زي ما شفنا الفيديو السابق. هنلاحظ ان الثلاث مركبات دول اللي هما كومبلكس واحد وثلاثه واربعه، فين اثنين؟ بيبقى في الغشاء الداخلي هنا بس، وبالتالي ما بيمررش، مش مسؤول عن تمرير بروتونات. التركيب اهو، التركيب ده اللي هو ده مسؤول عن تكوين الاي تي بي اهو، ادي الغشاء المزدوج بالشكل ده كده، وادي هنا الرمادي ده الحشوه، الجزء ده هو اللي هنا اهو. بيتكون من الاستاتيك كومبوننت او الجزء الثابت. خلاص؟ بيتكون من ايه؟ من جزئين، الاي اللي هو عامل زي نص الهلال ده، والبي اللي هو عايز عامل زي العمودين او التو رولز اللي موجودين دول بالشكل ده، ده جزء ثابت. الاف 1 بقى بيتكون من اللي هو ايه؟ الجزء ده اللي هو تحت اللي هو الجزء الثابت ده اهو، وادي الالفا والبيتا هنا بالشكل ده كده. يبقى ادي الجزء ده اللي هو الدلتا، والالفا والبيتا موجودين بالشكل ده. هنلاحظ ادي الفا الفا، وفي واحده في الظهر مش باينه من العمود ده، 3. يبقى 3 الفا و3 بيتا بالتبادل بالشكل ده كده. الجزء اللي بعد كده الجزء بقى الموبايل او متحرك، بيتكون من 10 وحدات اللي احنا شايفينهم دول بتوع السي، بس بشرط ال10 دول ما فيش غير واحده فيهم بس لما تيجي قصاد الاي هي اللي تقدر تعمل رابطه هنا بالشكل ده كده، وهي دي اللي تقدر تمرر البروتون. كل مره تخيلوا ان ده ترس يعني، وهنشوفها فيديو دلوقتي. فبالتالي لما ده بيتحرك كل سي لما بتتحرك كانه عشر الدايره دي كلها، ما هم دول 10. المهم انها بتلف في الجزء ده. يجي للجزء بقى الموبايل او الجزء المتحرك، هنلاقي ان الجزء بقى المتحرك بيتكون من الجزء الابسلون ده اللي هو ده، والجزء اللي هو ايه؟ بيتكون من الابسلون والجاما. يبقى اذا عندي الجزء بقى الموبايل يبقى ده اللي هيتحرك، الجزء ده متحرك اهو، والجزء ده ثابت. وهنشوف بقى الجزء المتحرك اللي هم ال10 دول والعمودين دول اهو، العمود اللي هو ده اللي هو الجاما. لما بتتحرك العمود ده هيلف اهو زي ما احنا شايفين اهو اهو بالشكل ده كده، هيمر وهيلف فين؟ بينتقل من الالفا للبيتا للالفا وبيلف في وسطها. الطاقه اللي هتتنقل البروتونات اللي هتعدي هنا، كل اربع بروتونات، ادي البروتونات اهي،
في الغشاء اللي هو بين الطبقتين، يمر هنا عشان يخش في الحشوة تاني اللي هو فين؟ اهو لو احنا رجعنا اهي، اللي هو جاي من هنا وطالع للماتريكس اهو، السهم اهو. ده بيحصل ازاي؟ اهو بالشكل ده. كل اربعه هيعملوا لي واحد اي تي بي، الطاقه تبقى كافيه انها تربط لي الفوسفوره دي مع الاي تي بي فتكون لي اي تي بي. يبقى كل اربعه يعدوا يعمل لي ايه؟ اي تي بي. مش هنشوف الحقيقه بقى الخطوات بقى كلها، لا احنا هنروح على طول على الجزء ده. هرجع ورا شويه هنا، ادي الغشاء اللي هو المزدوج، ده الجزء اللي هو الزوائد، ده الحشوه بتاعه الميتوكوندريا، ده الجزء اللي ما بين الغشائين اهو. ادي المركب الاولاني ده مدمج في الطبقتين، المركب الثالث كومبلكس 3 وادي كومبلكس 4. امال كومبلكس 2 اهو ده في اللي تحت بس، وبالتالي الكومبلكس 2 ده مش واصل مش طايل، لا يتصل بالجزء اللي ما بين الغشائين، لا ده في كانه في الايه، في الحشوه فقط. وادي الاي تي بيز اللي هو مسؤول عن تكوين الاي تي بي. نشوف ايه اللي هيحصل مع بعض. ادي الاربع مركبات اهم، وادي الاي تي بيز اللي هو بالشكل ده، دي سلسله نقل الالكترونات هنا، وده تكوين الاي تي بي. اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ادي الناد اتش اهي هتفقد بروتون خلاص، وادي بقت ناد موجب. الله، طب موجب ايه؟ ما هي فقدت الاتش، بس الاتش دي مش اتش زي ما هي، لا بقت بروتون. واجي الالكترونون هيروح لمين؟ للفلافين مونو نيوكليوتايد اللي هو ده، مركب اخر. عشان كده سمينا دول كومبلكس ليه؟ لانه مش مكون من حاجه واحده، عباره عن انزيمين متاسف انزيمات ومعاه حاجات ثانيه، كومبلكس يعني مكون من اكتر من حاجه. يبقى ادي الناد اتش، الاتش هتفقد في صوره بروتون، وادي الالكترون هينتقل، ونشوف الالكترونات هتتحرك ازاي. بالشكل ده هيستقبله المركب ده، وهنشوف هنمرره لمين، عشان ده كده قلنا ده كومبلكس. هنشوف الالكترونات لما توصل هنا هتروح ازاي. انتقل لمركب تاني عشان كده قلنا عليه كومبلكس، عباره عن حديد وسلفر، هو اللي هيستقبل الالكترونون اللي اهو بالشكل ده. عشان كده قلنا سلسله نقل الالكترونات هتنزل بالشكل ده، وهنشوف ايه اللي هيحصل. هيستقبله مركب تاني اللي هو اليوبكوينين اللي هو كو كيو الاختصار بتاعه. هنا بقى هيحصل ايه؟ البروتونات دي هتعدي منين؟ من الحشوة، عشان جوه تتركز جوه ما بين الغشائين عشان التركيز يعلى بالشكل ده كده. كل واحد ناد اتش هيحصل ايه لما يمرر البروتونات والالكترونات ده؟ هيمر هنا كام؟ 10، هيمر 10 بروتونات يخشوا جوه. ال10 دول كلهم في الخطوة دي؟ لا، هنا هيمر 4. يبقى اول خطوة هنا هيمر 4 بروتونات في الخطوة الكومبلكس الاولاني. طب نكمل مع بعض كده. يجي بقى الفاد اتش 2 هيتحول لفاد. طب ما هيفقد 2 اتش، ال 2 اتش دول 2 عباره عن 2 بروتون، وادي الالكترون خلاص. بس هنا بقى مش هيطلع بروتونات لبره، مش هيحصل. هنا بقى مجرد بس الالكترونات هو اللي هيستقبلها ده، ونشوف هنكمل مع بعض بالشكل ده كده. اهو تبتدي الالكترونات سواء اللي جايه من الناد اتش او من الفاد اتش 2 هتروح لكومبلكس 3 عشان تمر برضه في السيتوكروم والمركب بتاع الحديد والسلفر والسيتوكروم تي 1 عشان تعمل سلسله نقل الكترونات، ونشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. اهو بالشكل ده اهو بينتقل. هنا بقى هينتقل برضه مين؟ هينتقل بروتونات من هنا لهنا. اذا كانت الالكترونات اللي جايه من هنا خاصه بتاعت الناد اتش يبقى هيطلع 4. طب والفاد اتش هنا هيطلع من هنا كام؟ 4. طيب نكمل مع بعض، يعني في 4 هنا، يعني هنا هيبقى 8. 4 جايين بتوع الناد جم منين؟ من الالكترونات بتاعته. طيب والاربعه التانيين بتوع الفاد. طيب نكمل مع بعض. اللي انا بقوله مكتوب يا جماعه هنا باللغه الانجليزيه لو حد متابع معايا وعايز يقرا تفصيليا يعني. يبتدي يحصل ايه كمان؟ يروح لكومبلكس 4 الرابع، السيتوكروم سي والسيتوكروم اي الى اخره. هنا بقى هنقف لحظه. يبقى الكومبلكس 1 و2 المركب الاولاني والثاني والرابع والثالث والرابع موجودين اهم. ثلاثه منهم هيطلع منهم مين؟ بروتونات زي ما هنشوف. نشوف بس البروتون وهو طالع اهو. نقف هنا بقى. يبقى اذا اثنين بس مش هيطلع، وعشان كده الناد اتش بتطلع بروتونات اكتر وتكون اتش بي اكتر. ليه؟ هيطلع من هنا 4 ومن هنا 4 ومن هنا 2. يبقى عددهم كام؟ 4 و4 8 و2 10. طب والفاد هيطلع من هنا 4 وهنا 2 6، لكن ده مش هيطلع، عشان كده الطاقه بتاعته اقل، لان ده طاقه اختزاليه اقل، يعني ده ما يقدرش الطاقه الالكترونات بتاعته اللي هنا او البروتونات
طاقتها قليله، ما ينفعش توصل لده، توصل للي على قدها القريب منها ده. طيب هنا بقى حصل ايه؟ ده مهم جدا بقى. الالكترونات اللي خرجت هنا وقعدت تمشي وتفقد الطاقه، هنا حصل حاجتين. الحاجه الاولانيه انتقال الالكترونات ده من مستوى طاقه عالي الى مستوى طاقه منخفض، هو ده السبب اللي خلى البروتونات تنتقل من هنا لجوه، لان دخولها لجوه محتاج طاقه اللي هو بيسموها كيميوزيس، خلاص، او اللي هو الانتقال الكهربي الكيميائي، كهربي عشان في اللي هو الشحنه دي كده. طب هو ليه البروتونات دي ما عدتش كده ان تركيزها هيتخش لوحدها؟ الحقيقه لا، لان حجم البروتون كبير ما يقدرش يعدي من داخل الجدار، فلازم البروتينات دي او الكومبلكسز دي هي اللي تعديه، بس عشان تعديه عايزه طاقه. تيجي منين الطاقه؟ تيجي من انتقال الالكترونات بالشكل ده من المستوى الاعلى للمستوى الاقل، فالطاقه دي هي اللي بتعدي البروتونات للمسافه ما بين الغشائين. جميل. طيب الالكترونات دي وصلت لغايه هنا، هتروح فين؟ ما لازم حد يستقبلها. هنا بقى يجي دور الاكسجين اللي احنا بنتنفسه، ادي الاكسجين اهو. خلاص؟ الاكسجين ده مع البروتونات اللي ما عدتش، في بروتونات ما عدتش لسه موجوده هنا. خلاص؟ في بروتونات موجوده هنا، النص اكسجين تاخد اتنين، بس ده عشان تكون ميه H2O محتاجه O واحده، يبقى دي نص اكسجين. طب محتاجه 2 اتش، طب دول 2 بروتون ناقص لهم 2 الكترون، هيجوا منين؟ من هنا. يبقى اللي بيستقبل الالكترونات هو مين؟ اللي هو الاكسجين، ويكون لي ميه. طيب يبقى كده خلاص انتهينا من القصه دي، يبقى عرفنا الالكترونات اللي خرجت من الناد اتش والفاد اتش عرفنا راحت فين؟ مع الاكسجين بيستقبلها ومع بعض البروتونات عشان يديني ميه. طيب طب والبروتونات اللي اتجمعت جوه هنا؟ هنشوف مع بعض ايه اللي هيحصل. تركيزها هنا بقى عالي بالشكل ده، عشان كده عملت حاجه اسمها جريدينت، يعني ايه؟ منحدر التركيز. لما واحد بيكون اهو تركيزها هنا عالي، فبتخش بقى بسهوله، مش محتاجه طاقه، بتمر من خلال ده اللي هو هيقعد يلف، ده البيزل يونت، ودي الجزء الروتيتنج او الجزء الداير، وهو بيعدي يرجع تاني مكانه هنا. كل اربعه يعدوا يدوني واحد اي تي بي، كل اربعه يعدوا يدوني واحد اي تي بي. طب احنا الناد هنا كالناد اتش عدى كام واحد؟ عدى من هنا اربعه، والكومبلكس الثاني أربعة أدي 8، وهنا 2 أدي 10، يعملوا لي 2.5 أهو. طب والفاد طلعني من الثالث، أدي 4 و2 6، يعملوا لي إيه؟ 1.5، وده بالشكل اللي إحنا هنشوفه هنا أهو. يبقى كل أربعة بروتونات لو هما بيمروا خلاص، هو جاي من حتة عالية تركيزها عالي فبيفقد طاقة، الطاقة دي مين هيستقبلها ويستفاد بيها؟ الـ ADP الأدينوسين داي فوسفات، يرتبط مع دي بالطاقة اللي فقدها البروتون وهو داخل، لأنه جاي من منحدر تركيز، من حتة زي ما بتجيب كرة تحطها على جبل، مش محتاج تزقها تنزل لوحدها، فبتفقد الطاقة بتاعتها وهي نازلة أهي، فيكون الـ ATP. ده بيسموها فوسفوريليشن، يعني كلمة فوسفوريليشن إضافة الفوسفور، إضاف الفوسفور على الـ ADP. وليه ضفنا كلمة أكسيديتف؟ عشان دي عملية أكسدة، إنما في البناء الضوئي بقى هناك في النباتات اللي بيسموها فوتو فوسفوريليشن، دي أكسيديتف، دي بتاعت الريسبيريشن وبتاعة التنفس بالشكل ده كده. عشان كده أرجع الخطوة دي تاني، أهو كاتب لي فوق هنا الناد اتش، كل واحد يديني 2.5 ATP، والفاد H2 يديني 1.5 ATP. ولو جينا بقى حسبناها للجلايكوليسز والحدوته دي كلها، هنشوف ايه اللي هيطلع. اهو بنلاقي ان الجلوكوز الواحد بيديني 10 ناد اتش و2 فاد اتش 2. خلي بالك الناد اتش الواحد بيديني 2.5، يبقى 2.5 في 10 دي 25، وده بيديني 1.5 يبقى اديني 3، كانه بيديني كام؟ 28 اهم مكتوبين هنا عندنا اهو. لكن في اي تي بي بتتكون لوحدها بقى، طبعا اللي عايز يرجع بقى للفيديو بتاع الجلايكوليسيس، اربعه بيتكونوا عادي من غير الناد اتش ومن غير الفاد اتش 2، فده اللي هو بيتكون من الاي تي بي على طول، بيكون لي اربعه مع ال 28 يديني 32. طبعا في بعض الحسابات الثانيه او المراجع هتلاقيها مثلا 36 38، المهم ما علينا، ادي ال 28 اهو. يبقى احنا مش هنختلف في الحساب، لكن احنا ايه اللي مش هنختلف فيه؟ الطريقه، الطريقه واحده. طريقه الحساب بقى دي بتفترق حسب الهاير، يعني اذا كان في كائن راقي، اذا كان في كائنات بروكاريوتيك، الى اخر هذه الامور. وبالشكل ده بنشوف الفيديو بقى كده مع بعض وبيتحرك، ادي اهو الناد والفاد اتش 2. طب دول جايين منين الفاد والناد اتش؟ اللي هم جايين بقى من الجلايكوليسز والكريبس، وراحوا مين؟ والكريبس سايكل، دول كلهم، والخطوه التمهيديه. يبقى الجلايكوليسز والخطوه التمهيديه والكريبس سايكل اهم، دول اللي جم منها.
راحوا فين؟ بيروحوا في سلسلة نقل الإلكترونات عشان يديني الطاقة اللي احنا شفناها الـ ATP بالطريقة اللي احنا شرحناها. إن كنت وفقت فمن الله، وإن كنت أخطأت أو نسيت شيئا فمن نفسي، فأرجو المعذرة إذا كان في أي خطأ أو نسيان في أي شيء وأنا بنتكلم أو بنشرح، فأرجو المعذرة. وأرجو يكون الفيديو ده بيكمل الفيديو الأولاني عشان يوضح الصورة بطريقة برضو مش هقدر أقول بقى مختصرة قوي، اللي احنا خدنا في شوية تفاصيل، وإن كان في تفاصيل أكتر بس مش هنكلم فيها، يعني في فيديو أقل غير ده عشان بيتكلم بقى في التفاصيل اللي بتحصل هنا، لكن الحقيقة أنا مش هشرحها لأن مش هو ده الغرض. فبالتالي احنا بنتكلم على تبسيط العلوم، فأعتقد أن كده تبقى الأمور وضحت ووصلت، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله، ونلتقي في فيديو قادم بإذن الله. كل عام وأنتم بخير وبصحة وبسعادة إن شاء الله. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.